دخلتني فكرة باه نرجع نخدم في الفلاحة. في الفلاحة جيت هنا يا ست هذه الأرض هذه أبوندوني كذا الدنيا، يعني رجلتها جبت الجرار هذاك وكذا والدنيا استصلحتها مليح. باغي نكسر روتي تاع التقاعد، رجعت لهذا الفلاح. نجي هنا صباح من 6 تاع الصباح نقلع من الدار، نجيب فطوري، نجيب صوالحي، نجيب كاع صوالحي هنا، نجي مع اللي يكون الخدامه يخدموا معايا، نحتاج خدامه يخدموا معايا، نجي هنا نسيبهم الله. مرة الأولى خدمت الشوفلور الحمد لله نجحت وجاب مليح وكذا والدنيا، ومن بعد زدت كبرت فيها. خطرة طماطم، خطرة لوبيا، هاي اللوبيا ديجا ما زالت كاينة، وهذه هي وراني نخدم على روحي. المنتوج العام الأول جا ناقص شوية، بصح ما فشلتش، زدت أفونسي شوية قدام وزدت قويت المنتوج والله غير الحمد لله. الأسعار تاع الخضروات اللي توجد عندي أنا، المهم أنا ناكل والناس تاكل، هذا واش